ملا بلاد وملا دولة وملا حكومة وملا برلمان وملا شعب ليش يجنونا ويكملوا علينا؟ السياسة هي اسمها فيها السياسة بالسياسة. كيفاش حسين سامحني؟ بالسياسة. ولا قلت الحق أنا بداوي؟ السياسة هي اسمها فيها السياسة بالسياسة. الاختلاف في أن الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد صعيبة وحرجة ودقيقة جدا، نحن في جلطة اقتصادية، قال فيصل دربال. حذرنا وشخصيا أنا استعملت عبارة لانفركتوس ايكونوميك، كنا إن شاء الله ما نوصلوش للجلطة القلبية متاع الاقتصاد التونسي. احنا توا في الوضعية هذيك، معنا الأزمة المالية خانقة وخانقة جدا للفرد البلاد التونسية، أزمة مالية اللي ممكن مش تخلينا في وضعية عجز عن تسديد الديون متاعنا، وإذا كان نوصلوا ما نخلصوش إشيانس برك وخاصة السوق المالية نتسميه معناها حالة عجز. تداعياته خطيرة برشا ونفضل ما نحكيش عليها توا، ما نزيدش ندمر معنويات المواطن. والاختلاف أيضا في أنه بكلنا حكومة وشعب غير مدركين المخاطر، احنا عايشين في فيلم تيتانيك، قال عز الدين سعيدان. اليوم عندك اقتصاد لا يفرز نمو ولا يخلق ثروة، ومع ذلك نفقات الدولة طالعة، وكلنا نعرفوا الفيلم تاع تيتانيك، كلنا نعرفوا. تعرف اللي لآخر لحظات كانت الناس تسمع في الموسيقى وترقص، بعد لحظات تعرف شو صار في السفينة. ما نطولوهاش برشا، الوضعية كالتالي: الانتاج معطل، ما فماش خلق للثروة، سنين والدول الشقيقة والصديقة تعاون فينا لكن الآن بدورها عنده صعوبات، وزيد يكفي ما عطاتنا قروض وهبات، وإحنا لا شبعنا ولا حصلنا ولا استثمرنا، قعدنا كالطالب الركيك. تران جربوا صندوق النقد الدولي، نعدوه كالعادة بالإصلاحات ومن بعد ما نعملوا شيء، هما فاقوا بينا. مالا نعطيهم مؤشرات اللي إحنا جادين المرة هذه، ونقروا نعملوا زيادات نمهدوا بها الرفع الدعم، ونزيدوا في حاجات منهم السكر كما قالت المسؤولة بوزارة التجارة فضيلة الرابحي. 140 مليون دينار كنا نجم نوظفوهم في استثمارات في بنية أساسية في غيرها من المشاريع اللي تفيد المواطن، احنا نعملوا فيهم السكر اللي هو يضر صحة المواطن المستهلك التونسي. معناها حاسين لكم مدام فضيلة أهل الدولة خايفة على المواطن التونسي من أنه خطر يضر به السكر، فقالت أنها بطبيعة أنت وين المواطنين الكل تعرف السكر يسبب في برشا أمراض. الحكومة خايفة على صحتنا يا سادة. سمعت سعبيد البريكي. ألا يخجلون من أنفسهم حتى بلغة أخلاقية؟ وزيرة محترمة تمثل حكومة محترمة وتقول لو زدنا في السكر لأنه مضر بالصحة، هذا منطق؟ غدوة الخبز تو يقولوا مس جماعة السكر زيدوا فيه مضر بالصحة، المقارونة غدوة مضر بالصحة، غدوة الليصوص يقولوا يحرقوا فيه جماعة فرواحهم بربي خنزيدوا فيه باش ما عادش يشريوا، تو هذا منطق نتاع حكومة في الحديث؟ شبيها المقارونة سعبيد؟ المقارونة غدوة مضر بالصحة، وأنا في بالي المقارونة مضرة قبل الانتخابات، لا علينا معناها كل شيء باش يزيد، قال زهير المغزاوي. راهو ثم تدهور في المقدرة الشرعية نتاع التوانسة، راهو شوف أنا بغير ما نحكي فيها برشا بالأرقام، هاو اللي يسمعوا فينا تو يعرفوا اللي هما حتى الكراسة المدعوم باش يزيد. وتزيد تنزل عليهم انت على خاطر صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يدبر عليك انت، لكن كي تجي حكومه نزيدوا في السكر 20% ويخرج لنا واحد متحدث باسم هذه الحكومه يقول له السكر مضر، هكا علاش زدنا فيه؟ تعرف هماك الغنيه نتاع الشيخ امام عن موضوع الفول واللحمه، حدث مصدر عن موضوع الفول واللحمه، صلح مصدر دي مسؤول ان الطب تقدم جدا، والدكتور محسن بيقول ان الشعب المصري خصوصا من مصلحته يقرب أشكول حيث الفول المصري عموما يجعل من بني آدم غول. والغريبة كيف الحكومة حاطت في ميزانية زيادة في السكر مثلا ب 100 مليم أما زادت 250، كيف سكت الحزام البرلماني؟ أكيد في باله بالزيادة وموافق عليها، هكا ولا سعيد الخميري. قلت لي نوضح للرأي العام أنه نحن كحزام على الأقل نتكلم على النهضة وكتلة حركة النهضة لم نستشر في هذه الزيادة. تقديري الشخصي أنه ينبغي العودة لمكونات الحزام السياسي ومكونات البرلماني في مثل هذه الإجراءات. صار حتى أنتم في بالكمش، وزيد النهضة دعت المشيشي للتقشف في عوض الزيادات ودعاهم بدر الدين القمودي. من أراد أن يمول خزينة الدولة يجب عليه أن يذهب إلى الوجهة الصحيحة لتمويل خزينة الدولة. عندنا أموال عمومية منهوبة، عندنا أموال يمكن استعادتها، ما فماش عدالة جبائية، لذلك نحن نرفض هذا ودعونا شعبنا إلى الاحتجاج ورفض مثل هذه الإجراءات التعسفية. طبعا هذه شهوات وشعارات لا أكثر، لا المشيشي ولا غيره من رؤساء الحكومة لتعديه ولا بيش يجيوا ينجموا يطبقوهم لأنه لا عندهم لا القدرة ولا الإرادة، لكن يبقى الأمل موجود في رئيسنا اللي مشى البارح لبلجيكيا. كما أعرب رئيس الجمهورية عن تطلع تونس إلى مساهمة البنك في تمويل مشاريع كبرى على غرار مدينة الأغالب الصحية والقطار السريع. لا ظهرت مساعدته هو على تنفيذ المشاريع العملاقة الهولمية، ريت مو يا حسين وانت تقول لي بالسياسة عادي معناها أحس أخرى كتنوف نعم بطل معاش نقطع شيء. أنا مثلا نقترح تعديل في المجالات الكل. لا هو الفايدة عدل وكهوة، لازم تعدل هكا، لازم تعدل هكا، لازم تعدل هكا، لازم تعدل هكا.
بعد ما انا نختار احنا نختموا الفقره. اختم يا حسين اختم. سياسه هي اسمها فيها سياسه بالسياسه. حتى نشوفوا احنا شنو نتاج نتاعها هذه.